عمران بن الأثير، ثم دخلت سنة 18 و600، سنة 618 ذكر عدة حوادث. في هذه السنة، في سنة 618 هجري، في صفر ملكة تتر مراغة، مراغة تقع شمال غرب إيران، خربوها. يقول ملكة تتر مراغة وخربوها وأحرقوها وقتلوا أكثر أهلها ونهبوا أموالهم وسبوا حريمهم، وسارت تتر منها إلى همدان وحاصروه فقاتلهم أهلها وظفر بها التتر وقتلوا منهم ما لا يحصى ونهبوا البلد، وساروا إلى أذربيجان فأعادوا النهب ونهبوا ما بقي من البلاد ولم ينهبوه أولا، ووصلوا إلى بيلقان من بلاد الران فحصروها وملكوها وقتلوا أهلها حتى كادوا يفنونهم ونهبوا أموالهم، وساروا إلى بلاد الكرج من أذربيجان وأران، ولقيهم خلق كثير من الكرج فقاتلوهم فانهزم الكرج وكثر القتل فيهم ونهب أكثر بلادهم وقتل أهلها، وساروا من هناك إلى دربند شروان وحصروا مدينة شماخي وملكوها وقتلوا كثيرا من أهلها، وساروا إلى بلاد اللان واللكز ومن عندهم من الأمم فأوقعوا حتى وصلوا إلى بلاد الروس، وقد تقدم ذكر جميعه مستقصاً.